السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف درتوا مع سيدنا رمضان؟ دخل عليكم ولا دخلتوا عليه؟ الله يرزق الصحه والسلامه يا ربي يا كريم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك بدون دقيق، كيجي رائع رائع جدا بالبسكوي، كيجي فن، كيجي خفيف بزاف بزاف. والمهم هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، راه كيجي واعر بزاف ومقادير زعما بسيطه وكل شيء كيف الكيك العادي، غير هذا ما فيهش الطحين. المهم دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم المقادير. انا درتو هنا الصراحه للسحور، دابا راه كنصور لكم في السحور، حيتاش دركني الوقت وما لقيتش كيفاش نصور فاش يلاه صيبته، وقلت حتى نبغي نحطو كاع وغادي ندير لكم واحد القطعه باش تشوفوا غير الشكل ديالو كيفاش كيجي مفشفش وخفيف بزاف بزاف من الداخل. المهم دابا غادي ندوز معكم المقادير اللي غادي نحتاج فيهم: جوج ديال البيضات، كاس ديال سنيده ما يكونش عامر بزاف لان عندنا البسكوي في الكيك، وكاس الا ربع ديال الزيت، انا اصلا ما كنكثرش الزيت في الكيك، وكاس ديال الحليب يكون بحراره المطبخ ما يكونش هكا ديال الثلاجه، والكاكاو اللي غادي نحتاج منه تقريبا واحد المعلقه كبيره اولا جوج معالق صغار الكاكاو ولا ديال الساشيه اللي عندكم، وغادي نحتاج واحد ساشي ديال الفاني وجوج ديال الخمارات، وغادي نحتاج بطبيعه الحال واحد البول فاش غادي نخلط. تقدروا ديروا البنات هذا خلاط الكهربائي مولينكس، انا قلت بلاش غادي ندير هذا البول هذا وغادي ندير الميكسور. المهم البيض والحليب بطبيعه الحال يكون درجه حراره المطبخ باش الكيك كيجي ناجح. صافي غادي ندير هنا جوج ديال البيضات، غادي نضيف لهم كاس ديال سنيده، وغادي نضيف لهم سكر فاني. تقدروا البنات تستغناو عليها حيتاش اصلا كاين الكاكاو، تقدروا تستغناو عليها، وتقدروا كذلك تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي دابا غادي نميكسي هذا الشيء مع بعضياته، البيض مع سنيده مع هذا مع سكر فاني، غادي نميكسيهم مزيان. قلت لكم البنات تقدروا ديروا الخلاط الكهربائي ديال العصير. دابا غادي نبدا نضيف الزيت وانا كنميكسي، هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نميكسي هذاك الزيت مع الخليط اللي طربناه في الاول. وعلى فكره هذا الكيك هذا البنات راه اللي ما جرباتوش، اللي كانت مازال ما جرباتوش جربوا، راه انا فايت لي منين حتى كنت كنديرو نسيت، وشحال هادي قبل ما نكون هكا دايره اليوتيوب نسيتو، وعمرني ما صورتو معكم، قلت دابا نصور معكم درتو في هذا رمضان. دابا ضفت الكاس ديال الحليب، وبطبيعه الحال وانا كنطرب بهذاك الميكسور، ودابا غادي نضيف الكاكاو بطبيعه الحال، خصكم ضروري تغربلو كيف ما قلت لكم، اما معلقه كبيره اولا جوج معالق صغار، ولا داك الساشي ديال الكاكاو تقدروا ديروا وحده ولا جوج. انا كتعجبني الكيكه ديال الكاكاو تكون كحله ما تكونش قهويه، كنبغيها تكون هكا كحله، كيعجبني اللون ديالها يكون مغمق، داكشي باش درت جوج معالق صغار. وبطبيعه الحال غادي نطرب، راني محيده لكم الصوت باش ما نديش لكم الصداع بطبيعه الحال. وغادي هنا ضفت المعلقه الاولى، وغادي نعاود نضيف المعلقه الثانيه، غير هو غربلو بطبيعه الحال، ضروري ديما هذا الكاكاو هذا الخمارات ضروري كتغربلوهم باش ما كيديرش لكم دوك الحبيبات دوك الكويرات في الكيك. صافي هنا بعد ما غادي نخلط هذاك الكاكاو مع الخليط ديالي، غادي نضيف هنا ربعة ديال العلب ديال البسكوي، هادو ديال درهم، تقدروا ديروا جوج ديال العلب ديال جوج دراهم، راكم عارفين هذا البسكوي هذا معروف غني عن التعريف، ولا تقدروا ديروا الاخر اللي تيكون بحالو. المهم اي نوعي بحال هذا الشكل هذا اللي بغيتو اللي بغيتكم انا ديروا، يعني صابلي هاد هينريس او اي نوع كان عندكم، كاين داك الاخر ديال داك المدور داك اللي تيكون حتى هو يا هكا بحال هاد الشكل هذا. منين غادي نضيفهم غادي نخليه يشرب ليا مزيان هذاك الخليط باش يسهل عليكم طحنوه، فهمتوني يا البنات؟ يعني دابا ماشي كديروا تبقاو طحنوا، راه غيصعب عليكم شويه باش طحنوه، غيكون باقي شويه قاصح شاد في راسو. انا دابا منين يعني كاع دوك لي بسكوي اللي عندي حطيتهم حتى شربوا مزيان ورطابوا شربوا هذاك الخليط، عاد غادي نبقى نميكسيهم. وكما قلت لكم تقدروا ديروا الطرب هذاك ديال العصير الخلاط. صافي دابا هنا درت هذا المول هذا، يقدروا ديروا اي مول كان عندكم، والفران يكون شاعل دابا في هذا الوقت هذا،
ودهنت المول ديالي، وطبيعة الحال كبيت هذاك الخليط، ودائما كتزيدكم من الفوق. وهنا كما قلت لكم هذا المقطع هذا من لا فيديو راني صورته لكم عند السحور. صراحه حنا كنسحروا بشي حاجه حلوه، عصير وشي حاجه حلوه ولا تحليه ولا شي حاجه هكا. ودرت هذا الكيك هذا النهار في السحور، وقلت ضروري نشاركه معكم، تيجي واعر واعر بزاف، وراه ما جاش طالع بزاف حيت عندي المول كبير، وعندي ودرت انا غير جوج ديال البيضات. يعني تقدروا ديروا ثلاثة ولا أربعة ديال البيضات الا كان عندكم شي مول كبير، ولا كان مول صغير راه غير جوج ديال البيضات كافين، كيجي عالي ومنفوخ وفي نفس الوقت كيجي لذيذ لذيذ بزاف وخفيف ما تشبعوش منه. وانا راني سقيته بالقهوه سريعه الذوبان مع الماء، ومن الفوق درت ليها ياغورت ديال الشكلاط، وهكا زينتها بداك الفيرميسيل ديال الشكلاط. وهالكيك واجد، وما تنساوش اختكم ملي لايك وعواشركم مبروكه، والى لقاء الى فيديو جاي ان شاء الله.